وسيم القرشي عضو اللجنة التنظيمية والناطق الإعلامي باسم اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الشعبية. لولا يهمنا عودة الرئيس، عودة الرئيس من عدمه أمر لا يعنينا كثيرا. عندما خرجنا للساحة كان الرئيس موجود وكان بكامل قوته وبكافة أركانه وبقوة نظامه وبقوة جيشه. الآن الرئيس أضعف ما يكون، ربما الآن يشعر أيضا بالانهزام الداخلي لأن الضربة التي تلقاها كانت من داخل القصر الجمهوري، وبالتالي عودته من عدمها لا تؤثر في الثورة كثيرا. شباب من منذ اليوم الأولى يريدون إسقاطه ويطالبون بمجلس انتقالي سواء كان موجودا أم لا. لم يكن موته هدف بالنسبة للشباب، كانت الهدف من البداية هو المحاكمة، وبالتالي كنا لا نتوقع أصلا مغادرته إلى السعودية بهذه الطريقة، فلا يعنينا مسألة ذهابه من عدمه، لأن الشباب خرجوا يبحثون عن مستقبل ولا يمكن يسمحوا لهذه العصابة أن تلوث هذا المستقبل بأي حرب يخططون لإنشائها. أنا أعتبر أن الثورة قد نجحت وباقي فقط الشكل، الإخراج الشكل النهائي عبر التخلص من العصابة الموجودة حاليا وهم علي صالح، أبناء علي صالح، لأنه لم يعد يمتلك نظام ولم يعد يمتلك شرعية في الساحة. يوميا يحصل انشقاقات، وربما لو تابعتم الساحة تجدون أنه يوميا تحصل انضمامات من أبناء القوات المسلحة للثورة وللشباب، وبالتالي ما كنا نراهن عليه من إطالة الوقت في تفكيك النظام وتفكيك القوات المسلحة يحصل يوميا، وبالتالي فالوقت لصالح الثورة وليس ضدها. متفائل 100%. أنا أعتبر أن الثورة نجحت، فقط لم يبقى لدينا إلا هذه العصابة المسلحة وهذه لن تستطيع أن تصمد طويلا. في مسيرات الآن احتجاجات ممكن تصعد أو تحدد لها أوجه جديدة، فقط هذا للتأكيد على عدم شرعية هذه العصابة. أما لا نتوقع أن يكون هناك فعاليات تحسن من خلال يوم. دائما الأنظمة التي يكون فيها الشعب بمواجهة القوات المسلحة فإن المراهنة على إطالة الوقت وليس على المواجهة المباشرة حتى لا يحصل هناك حرب. شكرا جزيلا.